النهاردة جودة التعليم ده شيء مهم جدا، ده مش كلام. ازاي ان احنا الفترة الجاية يبقى يحس المواطن بجودة التعليم؟ تاني ان انا بقولها بعيدا عن الارقام، هو كل اللي يهم المواطن ايه؟ انا بتكلم هنا المواطن اللي في الريف مثلا او في المدن البسيطة، بعيدا بقى عن الارقام والمشروعات وكل الكلام ده، هو عايز يبقى عنده وظيفة لائقة وعنده دخل وبياكل عيش، ولاده في مدرسة معقولة، بياخد خدمة صحية لو احتاجها، قدامه شارع مرصوف، قدامه خدمات مية وصرف صحي، والخدمات اللي هو كان ممكن زي بالذات الصرف الصحي كانت مشكلة المشاكل في الريف حتى هذه اللحظة. يعني مع كل الاحترام وبيتقال لنا يعني انتوا بتزودوا الانفاق على المشروعات، انا حدي لحضرتك تاني، انا بأكد عشان احنا بننسى، خدمة الصرف الصحي في 2014 كانت في الريف كانت لا تتجاوز الـ 12%. يعني من كل 100 مواطن في الريف المصري في 2014 كان 12 بس اللي عندهم هذه الخدمة. النهاردة احنا تجاوزنا الـ 50%. حياة كريمة هتخلينا نوصل لـ 100%. هي مش ده المواطن بقى، بعيدا بقى عن ارقام تضخم وعن ارقام حاجه، هو كل اللي يهمه انه حاجه زي كده تبقى موجوده، ان يبقى ملف عنه بنى بيت عشوائي وغير مقنن ما يبقاش تحت رحمه ان كل شويه حد بيقول له انا هنزيل البيت، يبقى موضوع التصالح يخلص. هي دي اللي بتمس اي مواطن بسيط، بعيدا بقى عن اللي بيتفرج عليه في التلفزيون وبيسمع الخبراء وبيتكلموا ان ارقامنا ونمونا ومش عارف ايه. هو عايز ان يبقى عنده دخل، ولاده هيشتغلوا، الخدمات الاساسيه اللي هو بتمس حياته اليوميه موجوده. هو ده اهم حاجه بالنسبه للمواطن، وهو ده اللي احنا بنوعد ان شاء الله بقدر الامكان وبقدر جهدنا هنشتغل على هذه الملفات. هو ده اللي يهمني، يعني أنا بس عايز أأكد هذا الموضوع. يعني موضوع زي الدواء، يعني إحنا كنا بنتكلم هل يبقى الدواء مش موجود خالص؟ والدواء أنا قلتها، الدواء في الآخر هو قطاع خاص، إحنا كلنا بنتكلم منظومة موجودة والدولة بتدخل وكل حاجة، لكن ما ينفعش النهاردة مع إن أنا بأصر إن ما يحصلش زيادة في أسعار الأدوية إن في الآخر الشركة بقت وقفت. ما هو بيقول لي أنا بخسر، يعني هشتغل إزاي لما علبة الدواء تقول لي خليك تفضل مصر إنك تفضل بنفس السعر وهي بتكلفني أكتر منها، فخلاص بوقف. طب هو المواطن نزود عليه نسبة بسيطة في سعر الدواء ولا ما يلاقيهوش خالص؟ ما هو اللي يعنينا هنا النهاردة تبقى الخدمة موجودة ولا ما تبقاش موجودة، ويضطر يلجأ للسوق السوداء وياخد سعر الدواء بأضعاف أضعافه عشان يلاقي علبة الدواء. فبالتالي لازم نبقى واعيين، ودي جزء تاني من الإرث. لما بيحصل زيادة أنا معلش مش باجي على البسيط أو على المتوسط الدخل، أنا الزيادة دي اللي بتخلي الخدمة تفضل موجودة للمواطن، وإلا هيبقى بيتحول إنه مش لاقيها، وده هيبقى أسوأ شيء. وجينا في فترات معينة وبيحصل ساعتها بقى الأرقام، نبدأ نسمع إن الأسعار بقت برقم كذا وكذا وكذا، وقت ما كانت الأزمة موجودة ووقت ما كنا كلنا بنشوف إن علبة أنا آسف سلعة الصبح بيفتح المحل برقم ويجي آخر الليل يقولك الرقم زاد. لأ، يبقى أنا أتحمل إن هيبقى في زيادات محسوبة وبأرقام بسيطة، ولكن في سبيل إن الحاجة متوفرة بالكامل أحسن بكتير جداً من إن الحاجة دي ما تبقاش موجودة من الأساس ويبقى المواطن بيعاني من اختفاء سلع أساسية بالنسبة له. لازم يبقى فيه نوع من التوازن في هذا الشكل، ولازم يبقى المواطن فاهم. تاني أنا بأكد أنا مش همي إن أنا يعني كل قاعد طول النهار إن أنا أصحى كل يوم الصبح أقول هزود على المواطن سعر الحاجة إزاي. آخر حاجة كرئيس حكومة وكحكومة بتبقى عايزة إنها تعمله إنه تاخد هذا الإجراء والقرار، لكن في الآخر في توازنات. أنا ما أقدرش النهاردة يعني إحنا زي ما بقول لحضراتكم، طب هفرض إزاي على شركات قطاع الخاص بتاعة الأدوية أو حتى اللي بتنتج منتجات سلع غذائية أقول له هو كده ولازم السعر يفضل بالطريقة دي، يقول لي طب أنا بخسر، خلاص هقفل، يبقى السلعة مش هتبقى موجودة مهما كانت الإجراءات اللي أنا هحاول أعملها. طب ما هو ياريت حتى على قد السلعة، ما هو المصنع ده لما بيقفل يبقى معناها إيه؟ كان فيه 500 واحد شغال في المصنع دول قعدوا في بيوتهم وتحولوا من العمل إلى البطالة،
فلازم نبقى كلنا واخدين بالنا انها منظومه متشابكه. ما اقدرش ان انا يعني اقول ان انا مش هقدر، يعني موضوع تاني ان يحصل بعض الزيادات، لازم نبقى واخدين بالنا يعني بتحصل كآليات سوق. فهي دي بس لازم ان احنا كلنا نبقى شغالين فيها. اخر نقطه يعني عشان ارد عليها، تطوير الجهاز الاداري للدوله وموضوع الثقافه، معلش، تطوير الجهاز زي ما حضرتك قلته، جوده الموظف في الاخر، وجوده الموظف ده شيء مهم جدا. احنا مشكلتنا في الجهاز الاداري للدوله على مدار عقود طويله ان الجهاز بقى اتعين فيه كوادر غير مؤهله وغير مناسبه للمكان اللي هي موجوده فيه، في اطار ان كان في سياسه للدوله بتاخدها تعيين كل خريجين. فبالتالي المشكله اللي بقينا بنواجهها بنلاقي النهارده، واحنا كنا لسه بنتكلم في مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ان بقى حجم اللي بيعملوا خدمات معاونه او خدمات اداريه في مكان مثلا معين اكبر بكتير جدا من المتخصص اللي هو المفروض هو ده اللي المواطن محتاجه علشان يقدم له الخدمه. ده واقع موجود. يعني انا عايز اقولها مثلا في نموذج زي قطاع الاعمال، حضرتك ممكن تدخل تلاقي في المصانع اللي قاعدين في الغرف الاداريه فوق 4 أضعاف العمال اللي قاعدين تحت بيشغلوا المكن. نفس الكلام مثلا لو بتكلم في وزاره فيها عمل هندسي، بلاقي نقص حاد جدا في المهندسين ووفرة وعدد هائل من الخدمات المعاونة والموظفين الإداريين. فبقيت المشكلة النهاردة اللي عندي مشكلتين، مشكلة نوعية الموظف نفسه، والأهم إن النظرة في التخصص اللي أنا محتاجه كدولة. طيب التصور ده هنعمل فيه إيه؟ التصور ده بنعمله إن لازم نبقى تركيز الفترة الجاية على إن أي نوع من التعيينات بيبقى على الكوادر الفنية اللي مطلوبة المتخصصة، ويتعمل لها التدريب اللازم بصورة كبيرة جدا علشان يبقى يعني الموظف ده مؤهل إنه فعلا يبقى فاهم طبيعة العمل اللي هو موجود فيه، ومرتبط معاها برضو نظام مالي يخلي الراجل ده متواجد، لأن الضغوط اللي بتبقى والإغراءات اللي بتبقى عليه كبيرة جدا. يعني أنا ممكن بعين مهندسين النهاردة وبعد سنة أو 2 أو 3 يجي له عرض في القطاع الخاص أو حتى خارج مصر 10 أضعاف. فمهما حاولت النهاردة هتقولي زود الأجور، ما هو مرتبطة برضو هزود الأجور إلى أي مدى؟ يعني هل أزود الكادر الفني أخليه أطلع بيه؟ ما هو السوق بيقول إن الكادر الفني ده لازم يزيد يبقى 10 أضعاف الرقم اللي هو بياخده. طب العدد بقى الأغلبية الكبرى اللي هي من الوظائف الإدارية والمعاينة والمعاونة، هل هيسكتوا إنه شايفين إن في فئة تانية المفروض يعني زيهم موظفين في الدولة هياخد 10 أضعاف وهو قاعد مرتبه ما بيزيدش؟ هتلاقي المنظومة متشابكة، وبالتالي اللي بنتحرك فيه النهاردة موضوع الميكنة شيء مهم جدا جدا في الخدمات، واعتمد على موضوع التحول الرقمي بصورة أكبر علشان هذا الموضوع، أدخل كوادر مؤهلة ومدربة شابة حتى لو كان بعد كام فترة هتسيبني وتروح للقطاع خاص ولا بأس، أو تخرج بره البلد يبقى عندي مجموعة جديدة طالعة. يعني الموضوع يبقى على طول متجدد. ده هيبقى الفترة الجاية بنتحرك فيه تحول رقمي، وأيضا موضوع أن يبقى تعيين لبعض الكوادر اللي هي متخصصة جدا، بحيث حتى لو بعد فترة خدت خبرة وعايزة تروح للقطاع الخاص برضو أنا مستفيد كدولة. مش غلط، ما هي بتروح للقطاع الخاص بتفيد القطاع الخاص، أو حتى لو سافرت بره ما هو ده بيحول فلوس وبيبقى مصدر لعملة صعبة للدولة المصرية.